كانش الجنرال اللي كان يتحكم في هذا القطاع من ناحية الكسامة ما كانش عنده المعلومات على واش يجري، لخاطر هذا الشيء كان سري. وقلنا باللي هذا الكولونيل اللي داره كان تابع لهذو اللي كانوا منشقين على فرنسا، اللي منشقين على الجنرال دوكول، اللي بغاو يكونوا دوله جزائريه فرنسيه. سمش مليت نوض الصباح الشمس تدورك في الراس الى غروبها، جوع هادو اللي انا حاصي عليهم، هادو قلت فلان تركض معايا بوزي لك كيسيون تواجب ما تواجبش اولا راك عريان، الزوجه في المطرق اللي هنايا هنا راك بسبع بيلاط قيدين كيما هكذا، والمطرق اللي هنايا ومكتب وتيلي سينتي لا حيا في دين الله ما يشقاش نقول لك. سمعت الواع الشيء لك يدي لك تيلي سينتي طل السماء ويزيد الاخر قاعد في الماء ويقيس عليك الماء كيما هكا، كي تكمل من تما مع تيسي راه كاين كيقول له الاخر ساريج هنا لتحت في المضرب هذا اللي فيه كاين ساريج كالدار فيها ساريج ما يشعر راه مازال باقي والا مشى تفوتك بالساريج يجيبوا لك بلانشا تاع ما كيما هكا، يجي بلانشا بالكورده يحاسبك مليح عريان كيما جبتك المق ويقيس لك الراس بالماء، يقول كي تبغي تهضر لوس بصبعك كيما يخليك نيشو العمر تبغي تخرج يخرجك شويه دير طون دير سبيري واش عندك ما تهضر ولا ما عنديش طاب عاود تنطح تكمل معاك كي يكمل معاك واش يدير لك دوك هاد كيما هكذا صباح العشيه راهم دايرين وتد في الحيط والسلسله يربطوك الشمني تربط عملية تكون تسلخها ربطوك من تحت والكلعي المكتفين من اليدين المكتفين من الراس والراس يقيس لك في الماء تحت بيا بسمع هذو الكل اللي فيها بشط عبد الله يرحمه، فيها بغداد يمين الله يرحمه، فيها شومان بن عمر، فيها سلامي، فيها العروسي عبد العزيز الله يرحمه، كانت مجموعه حمدو بالخير ما جابوا بريكي ميلود وهاب بزاف صغاشين فات عليا، كان لي انا عندي 70 رقبه اللي راني حاصل عليها هيا فيهم جماعه راني حاصل على الشهداء اللي ماتوا قدامنا هنايا. سمعت هنايا وجابونا هنايا وقعدوا يديرنا لي تورتير وتا واحد ما ينجم يدير كي هكذاني، شوف في خوك كي هكذاني ما تنجم تهضر. تعذب بزاف في هاد الجهه هنايا وقتلوا اللي قتلوه واللي قتلوه لدرك ما رانيش عارفين وين قاتلينه. اليوم عاد والله يرحم تقبضنا ما عرفناش كيفاش تقبضنا، جات نتاع الدوزيام بيرو كات كات قالوا لي وين راك ماشي، قلت لهم نمشي للجنان على نيتي، قالوا لي طلعت من عندك للجنان هذيك جابوني للجنان انا للجزائر. اي كي دخلنا العروسي ذاك مسكين وش الزرق بالضرب ما تنعرفش تيكون سيلوي لا، قلت له نو وبصح ما عرفتهاش. كي دخلنا داونا البيت هادي هذا كل شيء هرسوه الاخر، اي يدير لك يدك كيما هاك ويدخل المطرك كيما هاك ويدير لك مبوند باش ما كي تزق كيما تحفر القبر في الرملة كيما هاك ومبتو هاك عريان. وين انت كي يجي المرة يجيبوا لها حجرة بلوك تاع حجرة كيما هكذا كيما هذاك البلوك هذاك ترقد على كرسك ويحطوا لك هذيك الحجرة هنايا البياس راه مبنية ليه الأساس في البلوك والعذاب لهيها ولي بريزوني اللي بغوا يموتوا كيما زوال ومرين وكذا معذبين كاع مليح وين يقيسيهم لداخل في هذاك البلوك. بغدادي حشيخ داوه هو انسان بدين العبايات تاع مسكين رفدوه كيما هكذا هبط للسرير على خير، كان انسان كبير وبدين وفيه لاتونسيون مات في السرير الله بيرفي باش كناش من ديك الساعه الله يرحمه. الله يرحم كاع الشهداء. نعقلوا في صغرنا جاو 4 دي ماتان يزون في لا رافل اتسيتيرا ونعقل عليه وين جا خارج افيك لو سورير كي انونسي لانديبوندونس ميم ومتفائل وبعد ايامات غبروا علينا ديال بوندون دو زون هما يجروا فينا في لي فيزيت تاع
لي بريزون في الاخر، خطره يقول لك راه في جنين، خطره يقول لك هكذا، كشفوا العائله كامله، وهذه سي لوتر تورتور تاع العائله. كان قواطا تاع الطوماطيس هذوك يديرك شي بويون كيما هكذا، نسحب بطاطا الواحد كيما يعطيها لك كيما هكذا باش تعطيك واحد، باش ما تموتش، باش يشدك تعذب، باش يشدك تعذب. انا بيت الليله هذيك، الليله الاولى اللي بيت هنا في هذه البلاصه هذه، غدا بين يدي الله تهدى عليا هذوك الناس مساكين، قضى على الليل وبكر بيتي ناس علي الكامل، على ما نقول لك حسب الفجر قطعوا في هذيك الليله مع الصباح، سمحوا هنايا موته داروهم في كوش كيما غدا وبقى على خير. قولي شعري كبدوا لها الكول نفخوا لي مليح شعري، وجا واحد الفيسيال يقول له ليوتنو شابورال شو نباتوا داري لنا حجر على راسنا حتى للصباح، حتى يجوا هما يحيدوا لنا يحيدوا لنا الحجر يسخدوا. وعذاب عذاب كثير، العذاب العذاب فرنسا راه داري عليكم عذابها، عذاب راه باهي تحلابه بنعطي ما تبعطى حاج بقاسم، حاج بقاسم الله يرحمه ويوسع عليه. هذه هي من السوسيبيا، لكن يقول له الاخر خيل جبورة زهر بتعسل سهولي قاسو زادو القرد وحاج حمد مع ولده العرش، يعذبوك قدام ولدك ولا باك عريان، سمعت اهدر ما تهدرش عطيه. جابونا العروسي، كان العروسي عبد العزيز الله يرحمه، تما كانت سلسلة ربطينا في هذا الحيط هذا قدامي، العرش القردو مع توان دي عبد القادر رافدينهم معلقينهم كيما هكذا من الصباح لليل، لهادو هنايا عبونا مشاو ليهم لي دين صايباتو. حنا جابونا لو 19960 جينا في كاميو واحد، عدو منهم قلت انا وقاسم تاعنا وعمر بوبكر بومرين حمد، هذا جابونا للدوزيام بيرو لو 19960 الليله الاولى، الليله الاولى بيتونا في المونيمون تاع اليوتي، ومن جابونا الصباح لفان جابونا الصباح هنا، خلينا واحد ميت يسموه بن طالب، من بعد جابونا هنا ولات هنا في الجزيره سوق، لقينا الغاشي بزاف قدامنا وزادوا ورانا دائما يجيبوا، ومنين يديرونا ديروا كوشيفو سكي راهم قتلوا وحدين داوهم يدفنوهم في بلاصه اخرى، ونجم نسمي لك واحد 15 تاع اسم قبل على عبد القادر بغدادي حاج الشيخ مرين ابو بكر زروال جلول العروسي خليفه عبد العزيز سلامي سليمان والبيض بن ديميه عبد الله حجاجي العيد 44 كوموندو ولاد بوصاك ثلاثه بالعربي احمد. كان عندنا واحد يقول له زيان محمد من مسيريا، جابينه باسمه ما يشعر حي ولا ميت، خرجوا قدامنا من ماشي مهودين عليه وطلقوا عليه كلام، شرمطوه والعين تشوف ما كانش، قال هذه ولا هذيك، سمعت هذه شرك تشوف فيه. الحاج ابراهيم القردو الله يرحمه هو الحاج عبد الرحمن صادوق بالحاج بوفلجا، بالله العلي العظيم راهم في دار الحق، جايبينهم لنا مخرجينهم، هي كانوا في العذاب في زوج، ويجيب له تريسينتي يجيب له كيقول له ماني بالك، قول له عذبه راهم قاعدين واقفين، قول له عذبه بيدك، اهدر ما تهدر ما تهدر ما تهدر، من بعد شي اللي ما تصورش في العقل تاعك، مخرجينهم لينا احنا الناس هكذا واحد منين واحد منا، جايبينهم عليا كيما جابتهم هم، والله شرميطه ما هوش فوقهم، ورافدين زوج بالات عرفتي البارا كيما قدرت باش كي نقال عندي عنديت واش يضربوا البال؟ يسمعوا البال يدفنوهم حفروا قبركم. شوف باش انت وين وصلنا. انا عندي خوتي في جوج جابوه هنا للجزيره، بوشطاطا عبد الله وبوشطاطا الميلود، هذا عبد الله عذبوا حتى ما قدش، كي خرجوه باغي ثاني باش يقبضوه، من تالي هربناه الوهري، الشاف هذا الميلود كان فاكتور، هو على كلمة الشاف وكان يدير الطنبور، قالوا بلي راه مجاهدين عذبوه وضربوه، هادو كانوا يديروا لهم العسى، كانوا يديروا لهم الحجر يرقدوهم بلا فونتخ،
ويديروا لهم الحجر في رقبتهم. هو كيفاش يديه كل يقلعوا داك الحجر نشوفوا العساس. وهذا الشاف هذا الميلود ما يقلعش تالمونية ما فيه. والدروك راه مريض فيه لاتنسيون فيه السكر. وحسب تصريح رسمي للدرك الفرنسي أثناء الحقبة الاستعمارية فقد قتل داخل معتقل الزيرة 16 شخصا تحت التعذيب، منهم 2 مجهول الهوية، وكانوا يدفنون في الرمال المجاورة للمعتقل. ولكن روايات مجاهد المنطقة تشير إلى أن عدد القتلى الذين ماتوا تحت التعذيب أكبر من ذلك بكثير. كما ذكر نفس التصريح الرسمي أن المعتقلين ممن عذبوا داخل المعتقل وبقوا على قيد الحياة قد حكم عليهم من قبل المحكمة العسكرية بسعيدة، أو سجنوا دون محاكمة بالسجن العسكري بالعين الصفراء أو بسجن معسكر أو وهران وغيرها من السجون الاستعمارية الأخرى. فرنسا ولا الدرك الفرنسي يقول باللي عنده باللي كانت 16 واحد اللي ماتوا هنا، لخاطر هو بدأ بالوثيقة. هذه 16 واحد هما فقط الناس اللي ماتوا وجابوهم للتشريع، وجابوهم للتشريع سبوديزون للتشريع في المستشفى هنا اليوترو نتاع اللي كان عندهم هنا. ولكن ما يقال الناس اللي شاهدت هنا ولا اللي كانوا هنا يقولوا باللي كانت اكثر من 100 واحد. بنديمية هذه تقول لي 16 44 هذه مع غير مع بنديمية واحده هو 45. راك عارف على حسب القول اللي سمحناها هنا في الجيره ماتت 72 واحد هنا في البوست. في 62 من استقلينا جانا واحد كان يسرح في هذه الجوايه منا، قال لك اروحوا تشوفوا الكور، واحد الكور راني لقيته شوفوا على ربي بالك كون. طلعنا معاه طلعوا خوتي طلعوا عمامي بداو ديبليو في التيران، وراهم الموضع ديبليو في التيران، وعرفناه بالسبحه نتاعه وبالنوادر والحزامه وحواقه مازال راه عندنا في الدار ديال دروك. هذا الحاج الشيخ نبدا لك به، حنا لقيناه هما جزيره منا وكتلوه في جهه، كتلوه في الجزيره وردوه في جهتنا جهه الجنان تاعنا. بعد الاستقلال لقينا الحاج الشيخ الله يرحمه نسرحوا الغلام، انا كنت بعدا نسرح الغلام، لقينا الحاج الشيخ، لقينا ابو بكر، لقينا زروال نسيب هذا واحد فيهم يقول له زروال، هذا زروال. هادو ثلاثة اللي لقيناهم كاتلينهم في الجزيرة وردموهم، وكاينين اللي ردمتهم الهيئة في شبة الجزيرة في دار الضربة. في 21 سبتمبر 1960 اللي كان الغلق نتاع هذا المكان، يقول بن قاسمي عبد القادر اللي كان ساجين هنا باللي جاء الغلق نتاعه بفضل الشكاية اللي قدمها حمو الله، واللي كان بالمناسبة عنده زوج من العائلة نتاعه هنا اللي كان فيها الله بالحاج وكان فيها الله الأخر، هو بفضله اللي وصلوا باش غلقوا هذا المكان. ولكن الله يخلف على واحد الراجل الله يرحمه حمو الله، هو اللي مشى للجنرال بيفان قال له راهي كاينة مجزرة خلقة في الجيران حبسوا جزيرة. عندما الخبر نتاع هذا الإهانة نتاع العين نتاع السكان، لخاطر ما كانش يكتافوا غير بالناس اللي كانوا عندهم، كانت عندهم كل الناس يجيبوها، كانت شبه ان جينوسيد كان وقع وكان يوقع كذلك اكثر منه. هذا اللي دفع حمو الله باش يسموا الاخر السيناتور باش يشكي يقدم شكاوات ويقدم البراهين اللازمه امام الجنرال اللي استطاع كيسموه الله وشاف بلي فعلا كان ميل، هو عنده ميل كيسموه الاخر للجنرال دوغول، وهذا عنده ميل للجانب الاخر، فضلوا باش كيسموه فضل ولا امر باش كيسموه ينغلق كيسموه هذا المكان. الجزيرة هي شعرة في التاريخ، الاهل النعرة تشهد في الظالم والكفرة، ارضي بكرة لوليدي انا نهديها، ما هي قصة في عين الصفرة دي غصة، هم كبير في قلبي رصة، ما هي حصة ما هي لمن يتسلى بيها.
دل إهانة من مدمر كان غزانا يغصب ويدبح فنسانا شرك لانا فتزيرة من سال عليها راه مهول دل إرهابي راه تغول في أرضي وبلادي طول غير تمهل بعد العسر النور يجيها رعب منوع لعرف الزنزانة يفزع بالتعذيب وراه يجوع ملحم زلع موارد ناسي تقلب فيها كلاب الغاشم تتحرش في اللحمة تهشم بيد عدونا ما تترحم هذا مسلم بهدينا يخضع ليها. العين الصفراء هي الكل، هي الكل الجزائريين كما لوراس. لوراس ما يفتخرش به غير أهل الأوراسي، نفتخر بها أنا هنا في العين الصفراء، نفتخر به اللي في درمل اللي في تندوف يفتخر باللي في الجزائر موجود مكان يقولوا له الأوراس. كذلك بالنسبة للمنطقة هذه فهي خاضعة تابعة كسموه للجزائر، فهي مفخرة للجزائر. أنتم لاحظتوا الآن احنا في موقع يعني يعتبر يعني هذه هي الوثائق، هذا هو الأرشيف. الأرشيف موجود في الجزائر، موجود أرشيف مادي في الجزائر. الآن أنا داخل يعني استقبلت بعض المجاهدين ما عندهمش اليدين تاعهم، اليدين تاعهم مبطورين من فترة بين ثورة التحرير الوطني. أرشيف حي يمشي في الجزائر، وهذه المنطقة كذلك عانت من ولاية الاستثمار الفرنسي. لازم هذه المراكز ما نستطعش يعني كتاب التاريخ بدون هذه المراكز. هذه شواهد حية، هذا أرشيف حي، هذه وثائق. الدور نتاعنا الآن نجمع كل هذه ونبلغه للكتاب، نبلغه للباحثين، نبلغه للطلبة، نبلغه للأساتذة، ونبلغه كذلك للجزائريين والجزائريات، ونبلغه للجيل الصاعد. إذن ومع كل غروب وعلى مر السنين تنطفع الشموع لتضاف إلى عدد الأيام والشهور والتي لم ولن تغير من أعماق تاريخ حاول الاستعمار دفنه مع كل معتقل شهيد، بل بات يردده بفخر واعتزاز كل من علمته جبال مزي ومكثر ومرغاد أسمى معاني التضحية والصمود لأجل غاية اسمها الوطن الغالي الجزائر.